اكتساب اي لهجة سواء لهجة امريكية او بريطانية ما هوش بعوجة اللسان. You sound like زي عمرو عمروسي كده لما بيزنق لك كلمتين انجليزي وهو متكلمش انجليش اصلا، مع احترامي لعمرو عمروسي. الموضوع ليه اسرار، سيكريتس. الاسرار دي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهاردة. في الفيديو بتاع النهاردة هديك 5 نصايح ازاي تبان زي الامريكان يا مان. يلا بينا. اول نصيحة معنا واهمهم واللي بتفرق اللهجة الامريكية عن اي لهجة تانية، انك لما تشوف او في النص ما بين حرفين ثابتين تفتحها تقول ما تقولش او، زي hot، زي not، زي pod، زي lock. خليك افتح بقك على قد ما تقدر. مثال he's not، مش not، he's not available right now. كل ما تشوف او افتحها ما تعتقهاش، دي اهم نصيحة عشان تبان American. He's not available right now. تاني تباية او تاني نصيحة حديها لك النهاردة وبتميز الامريكان اكسنت الى حد ما عن اللهجات الاخرى، الفلاب تي. وانا كنت عملت عليها فيديو كامل اتكلمت فيه على نطق التي كله، لو لسه ما اتفرجتش عليه لان الفيديو ده كسر الدنيا انزل اتفرج عليه في واتش. الفلاب تي يعني التي بتتنطق دي خفيفة في حالات معينة، من ضمنها لما تبقى جاية ما بين حرفين متحركين، الحروف المتحركة اللي هي الاو والاي والاي واليو والاي، تمام؟ هم 5 اوكي vowel sounds، اتمنى اكون قلتهم صح. في كلمات فبنقلب بقى التي دي خفيفة، دا 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 دي سريعة كده، زي water، زي better، better دا 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 better. بس مش لازم التي تبقى ما بين حرفين متحركين في نفس الكلمة، ممكن تبقى ما بين كلمتين. يعني لما اقول لك مثلا I got it، I got it، انا فهمت، التي جاية قبلها او وفي الكلمة اللي بعدها اي، دول حرفين متحركين. I got it. مش هتكلم في النقطة دي كتير لان في فيديو ممكن تتفرج عليه فيه كل حاجة انت محتاج تعرفها. اللي بعد كده حرف الاي يفرق معاك كتير جدا في انك تظبط الامريكان اكسنت. الاي بيتنطق مش لما بيبقى جاي بعده th، زي bath، حمام. ما بنقولش bath زي البريتش او البريطاني، bath. لو الاي جاي بعدها th دايما، زي مثلا I need a bath، انا ريحتي وحشة انا محتاج اخد shower، I need a bath، I need a bath. كمان الاي لما بيبقى جاي بعدها nc بتتنطق برضو زي dance، يروس، زي chance. ما بنقولهاش تاني بريطاني chance ولا dance، نقولها dance، chance. كمان لما الاي بيبقى جاي بعدها اف زي laugh. واحد يقول لي laugh دي جي اتش بس بتتنطق اف، فبنقولها laugh. الاي دايما لو جاي بعدها اف، زي مثلا after، بعد ما بنقولش افتر زي البريطاني مع احترامي يعني اللهجة البريطاني، او افتا، بنقول after، اف اف. لما يجي بعد الاي اس برضو تتنطق زي pass، pass يعني يعدي، زي العدي الامتحان، I pass the exam. زي last ما بنقولش lost مثلا او lost زي البريطاني، لا بنقول last class، الكلاس اللي فات، last session، اوكي pass، last، ass. في ناس عارفة يعني ايه ass. اللي بعده المهمة هي ass برضو، ass. رابع تباية معانا النهاردة، خلاص خلصنا بقى من الـ A، رابع تباية معانا وهي الـ D plus Y. لما الـ D بيجي بعدها Y صوتها بيبقى جا. زي لما اسألك مثلا اقول لك did you eat؟ انت كلت؟ did you eat؟ او مثلا اقول لك I made you better، made اخرها دي، اخر حرف منطوق الدي، ويو الواي، فاقول I made you better، انا خليتك افضل، I made you better. كمان لما التي بيجي بعدها واي بتتقلب تشا تشا تشا، فلما اقول لك مثلا هسيبك تمشي I will let you go، بدل ما اقول لك I will let you go، I'll let you go، تي بلس واي تشا، I will let you go. بقول لك كلام بفلوس صدقني، انا عاوزك تكتب ورايا I will let you go. اخر حاجة معانا النهاردة وتبان زي الامريكانز، انك لما تلاقي كلمات فيها A R Y او O R Y او
E-R-Y تضغط عليهم. طبعا الموضوع ليه قاعدة بس انا مش هينفع اقولها في الفيديو، بس لو شفت كلمة من الكلمات دي تسمعها برضو في القاموس عشان تتأكد، لان في قاعدة. لكن في الغالب بتلاقي دايما الضغط على المقطع الاخير. يعني مثلا قاموس في البريطاني dictionary، لكن في الامريكاني dictionary. عسكري او العسكرية في البريطاني military، بس في الامريكاني military. عندنا كمان كلمات تانية كتير فيها O-R-Y زي inventory مخزون، temporary مؤقت، visionary شخص حالم او عنده تصور، visionary. فلو لقيت مقطع كلمة فيها المقطع ده اضغط على المقطع اللي في الاخر كده تبان American. ودي كانت خمس نصايح معانا النهاردة عشان تبان American اكتر. في خمس نصايح تانية هقولهم في فيديو تاني، بس على شرط شير ولايك عشان اعرف انك فعلا عاوزني اعمل فيديو تاني عن الامريكان اكسنت او اللهجة الامريكية. Thank you and until next time.